عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحبابي، عاملين ايه؟ والنهاردة معدنا مع المستوى الثاني رياض الأطفال نافذة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول، وجايبة لكم بنوتة صاحبتي جميلة علشان نذاكر مع بعض. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا ميس. يلا بينا النهاردة نذاكر مع بعض. يلا هتبقي شطورة معايا. أيوة يلا بينا. ويلا بينا نشوف مع بعض قطار الحروف العربية، وبعدين هنختار منهم حرف. تعرفي تقرأي الحروف؟ أيوة. يلا اقرأي معانا. ألف باء تاء س ج ح خ د ز ر ز س ش ص د ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. برافو عليكي شطوره. تعالي كده النهارده نشوف انا اخترت لك حرف ايه. الحرف الجميل ده حرف الايه؟ الله، ده حرف الالف يا ميس. النهارده هناخد حرف جميل معانا، هو حرف الالف. طبعا انتوا كلكم عارفين طريقه كتابه حرف الالف، الايه العصايه وعليها الهمزه. والنهارده هناخد ايه حرف الايه؟ حرف الالف. حرف الالف. طب تعالوا زي ما اتعلمنا كل حرف ليه كام شكل، قبل ما نعرف اشكال الحرف تعالوا نشوف ان حرف الالف من الحروف الايه؟ من الحروف النافره. الحروف النافره. ايه هي الحروف النافره يا ترى؟ الحروف النافره ست حروف، الالف والدال والزال والراء والزاي والواو. اللي يجي قبلي يجري ويمسك فيا، واللي يجي بعدي ملهوش دعوة بيا. برافو عليك شطورة، صوتك جميل جدا شطورة. يبقى النهاردة احنا اخترنا من الحروف النافرة حرف الألف. طيب تعالوا كده نشوف أشكال الحرف. زي ما تعلمنا ان كل حرف ليه ثلاث أشكال، أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. طيب حرف الألف، حرف الألف أول الكلمة هو هيمسك إيد اللي بعده؟ لأ. ليه لأ؟ ليه؟ عشان من الألف من الحروف النافرة. عشان حرف الألف من الحروف الإيه؟ النافرة. من الحروف النافرة. طب زي كلمة إيه ظهرت عندي؟ أسد. زي كلمة أسد. وكمان كلمة إيه؟ أرنب. يعني أنت شايف قدامك عندك كلمة أسد وكلمة أرنب، الألف جات أول الكلمة وما مسكتش إيد حد بعدها لأن هو من الحروف الإيه؟ من الحروف النافرة. برافو عليكو. طيب تاني شكل عندي هو وسط الكلمة. طيب حرف الألف وسط الكلمة هيمسك ايد اللي قبله، طب هيمسك ايد اللي بعده؟ لا. لا ليه؟ عشان الالف من الحروف النافرة. زي الكلمة اللي موجودة عندي دلوقتي وهي كلمة فقر. هي كلمة ايه؟ فقر. شايف بعينك كده الالف وسط الكلمة جاية ازاي؟ ماسك ايد حرف الفاء ومش ماسك ايد حرف الراء. برافو عليكي شطورة. طب لو وقف قبلها حرف من الحروف النافرة، الالف والدال والزال والراء والزاي والواو، ها ايه اللي هيحصل بقى؟ الالف هيقف لوحده. زي الكلمة اللي قدامنا هي كلمة ايه؟ رأس. زي كلمة رأس. يبقى ألف وسط الكلمة زي كلمة فقر وكلمة ايه؟ رأس. وكلمة رأس. طيب تالت شكل عندي هو حرف الألف آخر الكلمة. حرف الألف آخر الكلمة، الألف هتمسك ايد اللي قبلها بس في حاجة بعدها؟ لا، عشان آخر حرف. زي كلمة ايه ظهرت عندي؟ خطأ. يلا شايف بعينك كده حرف الألف جاي ازاي في الكلمة؟ برافو عليك، كلمة خطأ. طيب حرف الألف، حرف الألف لو وقف قبله حرف من الحروف النافرة هيقف لوحده حرف الألف. برافو عليك. وزي الكلمة اللي قصادك دي هي كلمة ايه؟ قرأ. زي كلمة قرأ. يبقى حرف الألف آخر الكلمة زي كلمة خطأ وكلمة قرأ. شطار، برافو عليكو. طيب تعالوا كده نشوف حرف الألف مع الحركات القصيرة وفصول السنة. حرف الألف لو راح فصل ايه؟ شايفة فصل ايه قدامك انتي؟ فصل الصيف يا ميس. برافو. بتحبي فصل الصيف انتي؟ انا بحب فصل الصيف عشان بحب اروح البحر. وطب الولد ده لابس ايه على راسه؟ قبعة. يبقى حرف الألف لما يروح فصل الصيف هياخد معاه الفتحة، هيبقى صوته ايه؟ ايه. هيبقى صوته ايه؟ طب تعالوا بقى نتعلم ان احنا نستهجى كلمات بحرف الألف عليها فتحة. الصورة اللي قصادي دي صورة ايه؟ أسد. صورة أسد. يلا بينا مع بعض نستهجى ونكتب كلمة أسد. يلا بينا. ايه ده صوت حرف الايه؟ صوت حرف الألف. انت بتسمع الصوت وتروح تكتب الحرف، لأن الحرف عليه حركة هيديني صوت. الحرف عليه حركة هيديني ايه؟ صوت. طيب حرف الالف عليه فتحة صوته ايه. طيب س، الحرف اللي بعد الالف حرف السين يا ميس. برافو عليكي. طب الالف هتمسك ايد اللي بعدها؟ لا. لا ليه؟ عشان الالف من الحروف النافرة. س د د ناقص حرف الايه؟ الدال. يبقى اول كلمة عندي هي كلمة اسد. الف
وسين ودال. طيب شايف تاني صورة قصادي هي صورة ايه؟ أرنب. صورة أرنب. يلا بينا مع بعض نستهجى ونكتب كلمة أرنب. يلا استهجي معايا عشان تبقي شطورة. ايه ده حرف الايه؟ الألف ومنها فتحة. ألف علي فتحة. أر ناقص حرف الايه؟ الراء. طبعا الألف مش هيمسك ايد الراء لأن هو من الحروف النافرة. أر ن ن بعد كده حرف الايه؟ النون. النون. أرنب ناقص حرف ايه عندي؟ باء. يبقى كلمة أرنب ألف راء نون باء. والصورة اللي بعدها يلا صورة ايه؟ أب. يلا بينا نستهجى. طبعا احنا مش بنحفظ الكلمات، احنا بنستهجى الكلمات. اخر صورة عندي هي صورة أب. يلا نستهجى مع بعض كلمة أب. ايه ده صوت حرف الايه؟ ألف ومنها فتحة. أب ناقص حرف الايه؟ الباء. ناقص حرف الباء. ناقص حرف الباء. يلا كده اقري الكلمات اللي عندي. يلا أسد أرنب أب. برافو. اقري تاني الكلمات اللي عندي. أسد أرنب أب. شطورة. يبقى أول صورة عندي، أول صورة عندي هي صورة أسد أنا والكلمة اللي قصادها هي كلمة أسد. تاني صورة عندي هي صورة أرنب واستهجينا مع بعض وكتبنا كلمة أرنب. والصورة اللي بعدها صورة أب واستهجينا وكتبنا كلمة إيه؟ أب. برافو عليكم. يبقى انا مش بحفظ الكلمه، انا بستهجى الكلمه. طيب الصوره اللي تاني حرف عندي هو حرف الالف، راح فصل الايه؟ الشتاء. هياخد معاه حركه الايه؟ الكسره. طب هي الهمزه عملت كده ليه؟ الكسره وقعت الهمزه. برافو عليكي، الكسره وقعت الهمزه تحت. طب الحرف ده صوته ايه؟ اي. صوته اي. طيب تعالي كده نشوف الكلمات. أول صورة عندي هي صورة إيه؟ إصبع. أول صورة عندي هي صورة إصبع. يلا بينا مع بعض نستهجى ونكتب كلمة إصبع. طبعا أنا مش بحفظ الكلمة، أنا إيه؟ بعمل إيه في الكلمة؟ بستهجى. يلا بينا. إيه ده صوت حرف الألف تحتيه؟ كسرة. الألف هيمسك إيد اللي بعده؟ لا، عشان الألف من الحروف النافعة. برافو عليكي. ده صوت حرف الإيه؟ صاد. طيب هي الصاد لما تمد إيديها يبقى ليها إيه؟ سنة. تبقى ليها إيه؟ سنة. ب ده صوت حرف الايه؟ الباء. برافو. اصبع اخر حرف عندي هو حرف العين. يلا بينا مع بعض نستهجى مع بعض كلمه اصبع. اي الف تحتيها كسره صاد باء عين. كلمه ايه؟ اصبع. برافو عليكي. هي تاني صوره، صوره ايه عندي؟ اشاره. طب يلا بينا نستهجى مع بعض كلمه اشاره. اي صوت حرف الالف تحتيه كسره. ش صوت حرف الايه؟ الشي. ايشا ده ايه ده؟ لا مش عارفه ده ايه ده. شطوره. انا هقول لك هتاخديه بعد كده، هو مد بالالف. طالما طولت في صوت حرف الشين وفتحت بقي يبقى ده مد الف. ايشا يبقى شين وراها مد الف. ايشا را. را ده صوت حرف الايه؟ الراء. اشاره. ها ايه ده يا ميس اخر حرف ده ايه؟ لا مش عارفه ده اخر حرف ده ايه ده. برافو عليكي. انا هقول لك عشان انت لسه صغيره، لما يجي صوت هوا في اخر الكلمه ده صوت التاء المربوطه، وتاء مربوطه منفصله. يعني ايه تاء مربوطه منفصله؟ يعني ما مسكتش ايد اللي قبلها. ليه؟ لان قبلها حرف من الحروف الايه؟ النافع. برافو عليكي. يبقى اشاره الف تحتها كسره اي ش حرف الشين. ايشا ده مد ايه؟ الف. ايشا را. را ده حرف الايه؟ الراء. وبعد الراء تاء مربوطه ايه؟ منفصله. برافو عليكي. يلا اخر كلمه عندي هي كلمه ايه؟ ابره. يلا بينا نستهجى مع بعض ونكتب كلمه ابره. يلا ايه صوت حرف الايه؟ الالف تحتيها الايه؟ كسره. ما انساش الهمزه، طالما قلت كسره يبقى الهمزه لازم تنزل تحت الحرف. اب ده صوت حرف الايه؟ الباء. برافو عليكي. اب ر. ر صوت حرف الايه؟ الراء. اب ره. ها ايه ده؟ انت قلت لنا يا ميس ده تاء مربوطه. برافو عليكي. يبقى الهواء اسمه تاء مربوطه. الهواء اسمه تاء ايه؟ تاء مربوطه. طيب التاء المربوطه دي منفصله ولا متصله؟ لا منفصله. يلا بينا اقرأي لي اول كلمه اسمها كلمه ايه؟ اصبع. والتاني كلمه؟ اشاره. والكلمه اللي بعدها؟ ابره. برافو عليكي شطوره. ماشي يلا. ها ايه ده؟ الفصل ده فصل الايه؟ الخريف. طب الحرف اللي هيروح فصل الخريف هو حرف الالف، هياخد معاه حركه الايه؟ الضمه. هيبقى صوته ايه؟ او. طب هي الضمه شكلها عامل ازاي؟ قوم صغيره يا ميس. برافو عليكي. او. طيب تعالي كده نستهجى ونشوف الكلمات المصاحبه الالف عليها حركه الضمه. اول صوره عندي جميله، دي صوره ايه؟ ام. يلا بينا نستهجى مع بعض كلمه ام. او ده حرف الالف عليه ايه؟ ضمه. ام ما حرف الايه؟ الميم. هسألك سؤال، الالف ليه ما مسكتش ايد اللي بعدها؟ عشان الالف من الحروف النافعة. برافو عليكي شطورة. تعالي نستهجى مع بعض تاني كلمة.
الصورة دي صورة ايه؟ أذن. يلا بينا نستهجى، بأكد عليك ان احنا لازم نستهجى الكلمات بتاعتنا. او ده حرف الالف عليه ضمة، او ذا، ذا ده حرف الايه؟ الذال. انت لاحظتي ان انا طلعت لساني؟ ايوه، لان حرف اللسوي. الذال من الحروف اللسوية. طب تعرفي تقولي لي ايه هي تاني الحروف اللسوية؟ الذال والثاء والظاء. برافو عليكي. اذن نقصد حرف الايه؟ النون. طب وزي ما انت شايفه الالف ما سكتش ايد اللي بعدها لان هي من الحروف الايه؟ النافره. طب الذال مسكت ايد اللي بعدها؟ لا، لان هي من الحروف برضو ايه؟ من حروف النافره. برافو عليكي. يلا نشوف اخر صوره. اخر صورة دي صورة ايه؟ اخطبوط. اخطبوط. بيعيش فين الاخطبوط يا ترى؟ في البحر. يلا بينا نستهجى كلمة اخطبوط. او ده حرف الالف عليه ضمة. اخ خ ده حرف الايه؟ الخاء. اخ طا طا ده صوت حرف الايه؟ الطاء. اخ ب ب بعد الطاء حرف الباء. طيب اخطبو ايه ده يا ميس؟ هقول لك ده ايه؟ ده ايه ده يا ميس؟ ده مد بالواو. مد بالواو. مد بالايه؟ بالواو. انت انا هقول لك بعد كده ان انا عندي ثلاث مدود، مد الف، مد واو، مد ياء. طب انا طولت وضميت بقي في حرف الباء، يبقى ده مد واو. اخطبو ط ط ده انا اصلي حرف الايه؟ حرف الطاء يا ميس. يلا بينا مع بعض، يلا بينا مع بعض تقرأي لي كلمات اللي قصادنا. يلا اقرأيها. الف ضمه او ام. برافو عليكي. اذن اخطبوط. شطورة. اول كلمة عندي كلمة ايه؟ ام. وتاني كلمة عندي كلمة ايه؟ اذن. والكلمة التالتة هي كلمة ايه؟ اخطبوط. يلا شوفي الحرف اللي بعده لما يروح فصل ايه؟ الربيع. فصل الربيع. طب حرف الالف هياخد معاه حركة الايه؟ السكون. هيبقى صوته ايه؟ بق. اي برافو. السكون حركة ضعيفة لازم قبلها يقف حرف. تعالي كده نشوف الكلمات المصاحبة الحرف الالف على سكون. يلا بينا. الصورة اللي عندي صورة ايه؟ رأس. طب يلا بينا نستهجى كلمة رأس. را صوت حرف الايه؟ را. را ايه ده حرف الايه؟ الالف. وقفت عليها خلي بالك. طب رأس حرف الايه؟ السين. هي الراء ما مسكتش ايد اللي بعدها ليه؟ عشان الراء من الحروف النافرة. طب الالف هتمسك ايد اللي بعدها؟ لا، عشان من الحروف النافرة الالف. ملاحظة ان الالف عليها ايه؟ سكون. السكون حركة ايه؟ ضعيفة. لازم قبليها يقف حرف. حرف. برافو عليك. تعالي نشوف الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها صورة ايه؟ فقر. فقر. يلا بينا نستهجى مع بعض كلمة فقر. ها استهجي كده. ف. ف صوت حرف الايه؟ ف. الفاء عليها ايه؟ فتحة. ف. وقفت على الالف، تبقى الالف عليها ايه؟ ومنها سكون. فقر. ر صوت حرف الايه؟ الراء. يلا بينا اقرأي كده الكلمات اللي عندي. رأس. فقر. برافو عليكي. تعالي كده نشوف الكلمات اللي عندي. استنى يلا اقرأي الكلمات كده تاني. رأس. ف. برافو عليكي شطورة. يبقى الألف سكون، كلمات الألف سكون، رأس وإيه؟ فقر. شطورة. برافو عليكي. يلا السؤال اللي بعده بيقول إيه بقى؟ السؤال بيقول حلل إلى أصوات. السؤال بيقول حلل إلى إيه؟ أصوات. يعني إيه حلل إلى أصوات؟ يعني كل حرف لوحده. يعني إيه حلل إلى أصوات؟ كل حرف لوحده. يعني هاخد الكلمة وكل حرف أخليه في دائرة لوحده. طب يلا بينا. أول كلمة عندي هي كلمة إيه؟ أسد. برافو. أنا بستهجى الكلمة. أول كلمة عندي هي كلمة أسد، والسؤال بيقول حلل إلى أصوات، يعني كل حرف لوحده. أنا عندي كلمة أسد، يعني أحط حرف الألف في دائرة لوحدها، وحرف السين في دائرة لوحدها، وحرف الدال في دائرة لوحدها. يلا بينا حلي كده معايا. أسد. طب تعالي كده نشوف تاني كلمة الأول. تاني كلمة عندي هي كلمة إيه؟ أرنب. برافو. كلمة أرنب. أنا بستهجى الكلمة، أنا مش بحفظها. حلل إلى أصوات، يعني كل حرف لوحده. هاخد حرف الألف أحطه في دائرة، وحرف الراء أحطه في دائرة، والنور في دائرة، والباء في دائرة. يلا بينا اقرأي كده السؤال بقى أنت يلا لوحدك. حلل إلى أصوات. أول كلمة عندك كلمة إيه؟ أسد. يلا حليها بقى. الألف هيقف في دائرة لوحدها، والسين في دائرة، والدال في دائرة. برافو عليكي. تاني كلمة عندي كلمة أرنب. يلا حلي إلى أصوات، كل حرف لوحده. حلل إلى أصوات، كل حرف لوحده. الألف هحطها في دائرة، والراء هحطها في دائرة، والنون في دائرة، والباء في دائرة. والسؤال كان بيقول حلل إلى إيه؟ حلل إلى أصوات، كل حرف إيه؟ يقف لوحده. كل حرف لوحده. يلا بقى معادنا مع ده سؤال سهل قوي يا ميس. برافو. انت شطوره وجميله. ومعادنا مع سؤال المتفوقين. وسؤال المتفوقين بيقول اكتب الكلمه. وسؤال المتفوقين بيقول اكتب الايه؟ اكتب الكلمه. اكتب الكلمه. انا مستنيه الاجابه في التعليقات. وشكرا يا اصدقائي. باي باي. مع السلامه.